لأن العسيري طريقتنا في التفسير ليست هي المختصرة، فالآيات كتاب الله فيه درر عظيمة يلزم بيانها أو قدر الاستطاعة، والله أعلم. أما الاختصار المخل للكلمة ومعناها حتى نأتي على ختمة، ليس قصدنا الإتيان على ختمة جديدة أو غير جديدة، قصدنا أن نستفيد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.